تشرين الأول هو شهر التوعية الخاصة بسرطان الثدي بمختلف أنحاء العالم بكل عام، ويطلق عليه أيضا بالشهر الوردي. الهدف منه هو زيادة الوعي إن كان من خلال فعاليات الحملات يلي بتوضح أهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية، فلأنه اليوم موضوعنا بيمس كل سيدة، كل أم، كل أخت، كل زوجة، لهيك نحنا لأنه منحبك ولأنه بيهمنا صحتك فحصي على حالك بكير كرمال تكون نتائج الشفاء أعلى. أسرع، لهيك أكيد رح نقدم اليوم طرق وقائية ممكن تساعدنا على تفادي أنه ننصاب بهذا المرض وأسبابه الأساسية يلي كمان ممكن تأثر بشكل كبير على أجسامنا وتكون هي المسبب الرئيسي أكيد، وطرق العلاج بالخطوات الصحيحة وكثير تفاصيل رح نحكي عنها من خلال هذا الشهر. هو شهر التوعية فعلا والشهر الوردي لجميع النساء، أكيد أتمنى لكم الصحة ورح نحكي تفاصيل أكثر عن موضوع سرطان الثدي. الله يبعده عن الجميع، نحن بنقول له هداك المرض. رح نتعرف سوا على كثير تفاصيل بهذا الموضوع مع الدكتور أحمد عرق سوسي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية أيضا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعطي لمحة تعريفية عن سرطان الثدي. سرطان الثدي هو السرطان الاول عند النساء. تمام. هلا سرطان الرئه عم يطلع شوي اكثر، يصير ياخذ مرتبه اولى، بس هو سرطان. الاحصائيات هلا حاليا واحده من كل 8 نساء بالعالم بفتره ما حتعرض لنوع من انواع سرطانات الثدي. فيعني مثل ما عم نحكي موضوع كثير هام وبيمس شريحه كثير هامه، عشتون يعني السيدات، عشتون امهاتنا، اخواتنا، زوجاتنا، كذا، عشتون. فهو موضوع كثير هام وضروري جدا انه نلقي ضوء عليه عشان ونعرف كيف نعمل وقاية، كيف نعمل سكرينينج، كيف نعمل علاج كذا شلون. فيعني هذا العالمية هلا من 12 سنة متفقين انه هذا الشهر هو شهر التوعية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه. دكتور اليوم اكيد عنا نحن اسباب ممكن تحرض او تحرك هذا المرض، عنا اسباب رئيسية خلينا نذكرها، وممكن يكون في اعراض ولا هو بيكون مرض صامت ما له اي اعراض؟ هلا مو انه اعراض او ما اعراض، نحن صرنا حاكين كثير وهلا عم نقدر ناكد عليها مرة ثانية. ضروري كل فتاة شنو مرحلة البلوغ كذا شلون، كان والدتها أو بالمدرسة أو بالمرحلة الأولى من الجامعة شلون، إن كان عن طبيب العائلة كذا، تتعلم كيفية الفحص الذاتي للثدي. الفحص الذاتي للثدي بتصير الأنثى متآلفة جدا مع الثدي تبعتنا، عادة بتجري الأنثى الحمام بعد الدورة شلون أو بيوم معين عرفت شلون، فممكن تكشف أي تبدلات أي شيء عرفت شلون غير المألوف، يعني شلون هي بتصير متألفة مع السيدة بيتنا، فأي شيء جديد حابين معها مباشرة. تمام الحديث. نحن عادة إنه فيها مثلا أقارب كذا كيف، وتكون في قصة سرطان ثدي بالعائلة شلون، قارب مثلا خالي أم كذا شلون، فنحن حنحكي الأسباب. فنحن يعني بصير تركيز أكثر الدكتور مو بس عم يعالج الحالة، كمان بيثقف النساء بالعائلة شلون كيفية الفحص الذاتي وأنت تصير السكرين تبعتي منها. أسباب بشكل عام عرفت عليك، في أسباب وراثية بتشكل حوالي 10% من الأسباب، يعني إنه قريب لقريب شلون، وهي نحن كثير بنصير إنه بتصير قلت لك قصة سرطان بالعائلة شلون، بندور على الجينات شلون، باكا 1 باكا 2 شلون، وقصة إنجينيا جولي مشهورة جدا بهالقصة شلون، والدتها كان عندها نفس الجينة فعملت استئصال ثدي وقائي. هاي الأسباب الأساسية. نوعية الغذاء، الغذاء الغني بالدسم، غني بالشو اسمه، فا يعني الدسوم مش بعرف كيف، خاصة الأكلات السريعة كذا، هذا كتير مؤهب للسرطان. الوزن الزايد كمان مؤهبات السرطان. تمام. فأسباب التكوينية حوالي 10%، وأسباب الثانية كيف تجي عند منك هالزواج متأخر، تمام، عدم الأفضاء، كلها هاي أسباب مؤهبة للسرطان. فهمت لك، يعني هي أسباب كتير متنوعة، الوراثة بشكل 10%، لكن في أسباب تانية، نوعية الحياة، طبيعة الغذاء، الوزن، قلة الرياضة كذا، كلها هاي مؤهبات السرطان. ممكن العمليات الجراحية كمان دكتور؟ عمليات الجراحية هلا حسب شلون، بس هي عادة كيف يعني أي شيء بيصير مثلا بالثدي كيف كان جراحة بيشتغل خبيرة شلون، فعادة ما بتشكل خطر زايد يعني شلون. احيانا بتكون كثير مثلا الداء الغدي اللي في الكيس بجسم الثدي، فمتوجسه بتكون السيده كذا شلون، فعم يكون استئصال شلون، خزع استئصال حتى نفي انه في خباثه وكذا، شغله نفسيه اكثر من شغله طبيه، بس ما يعني ما بتزود الريسك تبع سرطان الثدي.
تمام، خلينا نحكي عن أهم التدابير العلاجية اليوم لحتى الكشف المبكر عن سرطان الثدي. شو أحدث هاي العلاجات؟ هلا مو أحدث الكشف المبكر، نحن هلا هذا برنامج عالمي صار. شلون أنت كيف تعمل سكرينينج لسرطان الثدي؟ عرفت علي كيف؟ لقوا بالدراسات سرطان الثدي المجهري تحت النص سنتي، شلون وقت عم ينكشف بشكل مبكر عم تدكتف شلون، فانت احتمال الشفاء فوق ال 95% شفاء كامل مع المحافظه على الثدي. يعني المحافظه على الثدي، والثدي ما بنعرف نحن رمز انوثه المراه، يعني شلون يعني مجرد ما تلاقي مشكله بالثدي بتحس حالها هي نفسيا متضايقه انه في شيء من انوثتها راح. فالكشف المبكر عم يعطينا انه نحن نسبه سرفايفل بقيه كبيره منيح كيف، ونسبه شفاء كثير عاليه مع احتمال كبير محافظه على الثدي. عرفت علي كيف؟ السكرينينج حاليا هو بالماموغرام، الماموغرام متوفر حاليا بجميع المراكز الصحية عندنا موجودة والهيئات والمشافي. فنحن طبعا في أمامة، يعني عادة الماموغرام ببلش بسن 45 للسبعين، بيصير مرة كل سنتين. عادة الحالات الأكثر يعني مثلا تلك إذا في قارب الدرجة الأولى في معهم سرطان ثدي بصير الماموغرام بيصير فترة يعني قبل بشوي. وعادة نحن نشوف السن اللي صار في سرطان الثدي بالعيلة نرجع 10 سنين حتى نعمل سكرينينج لهالفترة اللي تكون انه ممكن يتحول الخلية السرطانية إلى سرطان. ماموغرام ميزته انه بيكشف شغلات المجهرية، التكلس المجهري يعني سرطان انسيتو بدايته شلون، فنحن ممكن يتعلم عليها تتاخذ خزعة غالبا تكون استئصالية شافية، عرفت شلون؟ بتعطينا يعني احتمالية كيف شو نكمل، عرفت كيف؟ هلا حاليا أي خزعة عم تصيب عم يكون في عليها كثير دراسات نسيجيه وهرمونيه مستقبلات وكذا شلون، فنحن بنحط خطه علاج كامله اذا كان شو على خزعه بسيطه عرفت شلون ممكن تصيب بالكيور يعني بالابره، عرفت علي كيف؟ فهو الماموغرام كثير اساسي. والشيء الثاني اللي حكينا عنه شلون هو الفحص الذاتي للثدي. الفحص الذاتي كثير مهم انه الانثى تكون متالفه مع السيد تبعت منها، وباي تغير او اي شيء بسيط بتلاحظه مباشره يعني شلون، فحتراجع طبيب غالبا احتاج طبيب جراحه او طبيب نسائيه، اثنيناتهم متالفين تماما شو الخطوات اللي لازم تصير. هي الشيء الاساسي هو نحن هو الماموغرام. هلا نحن نجي بقى والله كشفنا سرطان ثدي، ما فينا بنحكي بقى انه والله نحن هذا سكرينينج، يعني نحن سكرينينج هو نكشف شيء لسه مو مبين. بس اما تكون في كده في كذا، فنحن صرنا قدام سرطان ثدي مثلا اذا اكدنا انه بالتشخيص انه سرطان ثدي. هون العلاجات متنوعه جدا، بتيجي عندك الجراحه، عندك خيار كثير جيد شلون. حاليا الجراحات كان من زمان استئصال ثدي كامل، استئصال ثدي معدل، هلا استئصال ثدي ربعي، استئصال ثدي تجميلي بس تشيل الكتله بحواف. فصرنا يعني كل ما هلا الجراحات عم تكون اقل حده اقل جذريه، عرفت شلون؟ بيجيك عندك علاج كيميائي وعلاج شعاعي، واليوم بكل السرطانات علاج هرموني دكتور؟ بكل السرطانات النيو ادجيفنت كيمو ثيرابي، عرفت شلون؟ كيمو راديو ثيرابي كثير اثر تخفف الكتله المستقبلات اللي بتصيب حسب مستقبلات استروجين او بروجستيرون او كيف. فهي نحن بتجيب تتمت العلاجات الهرمونيه، عرفت علي كيف؟ مضادات الهرمونات وشي عندنا كذا شلون. هلا صانع علاج الهدفي شلون والعلاج المناعي، يعني كلها شغلات تطور. فهلا حاليا يعني انت وقت بتقول مثلا لا قدر الله سرطان ثدي، فانت مو انه والله كتله او ورم كذا، خطه كبيره شلون، عمل لفريق متكامل. أكيد. وسرطان الثدي وكل السرطانات بالذات سرطان الثدي شلون، خطه فريق عمل متكامل، يعني ما بيصير دكتور لحاله ياخذ مسؤوليه لحاله شلون، اشتراك بين الاشعه بين الكيمياء بين طبيب الاورام الجراح لحتى يلاقوا افضل طريقه امثل طريقه للتدبير حاله المريضه. وبين نفسيه كمان المريض وتقبله للعلاج. طبعا هلا العمل النفسي كثير هام جدا شلون. وهلا حاليا كثير نحن شايفين اخصائيين واخصائيات نفسيه غير اطباء النفسيين للتاهيل بالامراض المزمنه او امراض السرطانيه شلون، كثير له دور معين انه نفسيه الشخص تلعب دور انه انت اذا كان متقبل يعني كثير متالف مع علاج تبعيته منه نفسيته بشكل عام انه هو متفائل كذا، يعني كلها هي لها كثير ادواء. هلا كثير بتلحق بسمع بالعوام والله زعلت حطت ايدها طلع معك ورم، هي الكتله مو هلا طلعت معك شلون، بس النفسيه بتخلي الواحد بقى اضعف شيء عنده منه بيمه. دكتور خلينا نحكي عن نمط الحياه او الغذاء يلي بيكون داخل بحياه الشخص، كيف ممكن انه ياثر على وقايه المراه من اصابتها بهذا المرض او كمان بمرحله العلاج؟ هلا نحن ما حكينا قلت لك يعني نحن بدانه يعني هي الشغلات الاساسيه موهبات سرطان الثدي، عرفت علي كيف؟ الغذاء المشبع بالدسم كمان هذا من موهبات الثدي. نحن عاده الغذاء يكون غذاء متوازن،
يعني حبوب كامله بنحكي فيها كثير دائما، شلون مضادات اكسده، شلون فيتامينات بالذات او اي، شلون هي كلها مضادات اكسده، شلون هي كلها اذا كان في خلايا، الخلايا في جذور حقها شلون ممكن تتحول لسرطانيه وبتقضي عليها. الرياضه بشكل عام، شلون الرياضه اقل شيء نص ساعه خمس مرات بالاسبوع، كلها يعني بتغير انماط حياتها. عرفت علي كيف؟ هلا انا في نقطه بالعلاجات حكيناهم بشكل سريع، شلون او الجراحات يعني شلون هلا حاليا يعني نسبه الجراحات الجذريه انه تقيم ثدي وكذا شلون كثير خفت بالعالم كله، شلون حتى عندنا هون شلون وهلا كثير بيجي عم شيء انه اونكولوجي بيوتي سيرجيكال، الجراحه التجميليه الورميه، شلون انت عم تشيل حواف ورم حواف حلقها وكذا وعم تحافظ قدر الامكان على شكل الثدي، فممكن انه هي احد الشغلات الثانيه. الشغله بعد منها عم تصير انه احيانا انت عم تستقصر وعم تحط بروتيز او موسع بنفس العمليه، شلون فيعني فكره انه انسى صار مع سرطان الثدي فقدت انوثته او راح الثدي. هلا معظم العلاجات وما شلون عم تكون شافيه كوام بنفس الوقت محافظة على الثدي، يعني بشكل انه بظل الانثى يعني متمتعة بانوثتها شلون بدون اي نقص. تمام. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور احمد عرقصوصي، استشاري جراحة عامة وصدرية وتنظيرية. شكرا لك ولكل المعلومات الطبية اللي قدمت لنا اياها، واكيد الصحة والسلامة للجميع. شكرا لكم. بس بنطلع حكينا احنا هذا الشهر هو شهر الوفد يا شلون المركز الصحي تبع وزارة الصحة، معظم المراكز الخيرية، الهيئات كامل كلياتها في عندنا سكريننج، في برامج سكريننج كثير قوية شلون لتحري سرطان الثدي. فيعني اي ست كذا بالاربعينات كذا لا تردد انه تساوي هالمسح هذا ان شاء الله تعالى، وبتمنى السلامه للجميع. اكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع، وشكرا لك دكتور احمد عرقصوصي.